الحمد لله، أما بعد، أرسل الله تعالى سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بدين الحق، وأمره بتبليغه إلى الناس، فأدى الأمانة وبلغ الرسالة بكل صدق وشجاعة. وكل شيء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق وصدق، سواء كان من أمور الحلال والحرام أو قصص الأنبياء أو الأمور التي تحدث في المستقبل في الدنيا والآخرة. فمن الأمور التي أخبرنا عنها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه وسؤال الملكين منكر ونكير. فيجب الإيمان بأن الله يعذب الكفار جميعهم في قبورهم، فيأمر حشرات في الأرض مؤذية أن تأكل أجسادهم، ويأمر الأرض فتنطبق عليهم فتكون قبورهم حفرة من حفر النار، إلى غير ذلك من أنواع النكد والعذاب. أما المسلمون العصاة من أهل الكبائر الذين ماتوا من غير توبة فهم قسمان، قسم يعذبهم الله في قبورهم، وقسم يعفيهم الله تعالى من عذاب القبر. وقد يكون هذا العفو بسبب استغفار مسلم حي له أو قراءة القرآن له. ويجب الإيمان بأن الله ينعم على عباده المؤمنين المتقين في قبورهم، ومن هذا النعيم أن تنور قبورهم بنور كنور القمر ليلة البدر، وأن توسع 70 ذراعا في 70 ذراعا، ويملأ نورا إلى غير ذلك من أنواع النعيم. ويجب الإيمان بمنكر ونكير، وهما ملكان أسودان أزرقان يسألان الميت في قبره: ما كنت تقول في هذا الرجل محمد؟ فإن كان مؤمنا يقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، وإن كان من أهل الكفر لا ينطق بها، فيضربانه بمطرقة بين أذنيه: لو طرقت بها الجبال لذابت. وسؤال الملكين يحصل للمؤمن والكافر، ولكن المؤمن الكامل لا يلحقه فزع ولا انزعاج من سؤالهما، لأن الله يثبت قلبه فلا يرتاع من منظرهما المخيف. ويستثنى من هذا السؤال الأنبياء والشهداء والأطفال، وهم الذين ماتوا دون البلوغ. والله تعالى أعلم وأحكم، والحمد لله رب العالمين.